قبل يبو أدونه قبل يس أدونه يا من في عن ووح أتي كرا قف كستو ونا وكتو ميو وحارين يا كسو جنتهاي سيد البخاري وصوص عريو عبد الله بن عمر باوح ليه هاي أن عمر بن خطاب عمر بن خطاب حين تأيمت مركي أي جروب وذي ويعني نكى وركد انتي حفصة بنت عمر حفصة مركي نكى كد انتي نكى سو مجلس لورنجري خونيس بن حذافة السهمي مركو كجر يو ذي حفصة نكاسي نسى حاب النبي عليه الصلاة والسلام كم ذبوها وحنا كد انتي مقالة مدينة فقال عمر بن خطاب عمر بن خطاب بوحجري أتيت عثمان بن عفان وحن أتقي عثمان بن عفان بن أتقي فعرضت عليه حفصة وحن أبندقي حفصة أيان أصوبندقي إنه قرسده قبل إذا حفصة هيد ننكي قبي واقير يوذي عددنا ويكبح ذي يعني ما قرسني سقبل إذا وحن عمر أصوص مني وحويه وأنا يخيرك كنت مايه عثمان رضي الله تعالى عنه عثمان وحوي نبي عليه الصلاة والسلام قبل سواتو قبي فعرضت عليه حفصة حفصة أيان أبندقي إنه قرسده فقال عثمان وحي لمركا سأنظر في أمري أرنك يجان كسو فكرية وانس في أرنك وفيرنايا مركا وحي يري فلبثت ليالي لور هبين بان جوغي أو عثمان ومسو ورعلين ثم لغياني وإلى كل ما يفقال وحي يري قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا وحي مغتي ما انتدى أن جوغي نانا كورسا مركا عمر قبل ديسي أي وحي رادي نفيا ووح بناو ويا إنسال سميوه كبعد عمر انت كما هرني ابو بكر بو تغي ابو بكر بو ارنتي سيده كلو بندغه و خو جيري غبديده حفصه اهيد يعني نيكي با كدنتي خيلي عيدنا وا كبخداي وحان دونيا ان ان كوغو نيكاح هدي اد رالي كتاهي ابو بكر و امس مركل كوما سويلن عمر رضي الله تعالى عنه اد بو خناقي لان وربو كسو ورغ ما سويلن حبينا مركو جوغا مركا ومدو امس امسنا و خو لي عمر فلبست ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم مالمان جوغي نبي عليه الصلاة والسلام بصوت دوني فأنكحتها إياه إساقي بان قبل ديد أقوري مدك بعد مكة أو بكر بلوك الموحو كيري أو بكر بلوك كيري وحال لغيابا إناد إي حناق سنتهاي ما دام أنكاء مصي مركة حفصي صوبان دكتاي وحاو كجواوي مركة علي يحان لي عمر نعم وانكو حناقي وحيري أرين كاسي وحكال ومآنا ديدين بويري لكن نبي عليه الصلاة والسلام بان مغلق الشكشيقية من الربي المركة أنو إنا أرسنتي سيرتي صفافيو أما أن قبر نبي عليه الصلاة والسلام وكشي كينا إنو دونو ربو إنا معنا أنو قان دونو أرنكا سانو قام سبجري نبي عليه الصلاة والسلام بانا قرسدي من الحديث كاسو حكو تصايا قفكا قبر داه المارد سي أبهد ودوني كرو مركو أركو قف وناك إيا خيرو كتو ميو وحكرو بنا قبر دو سي سرعي كسوغان قبر دو هدي أي نفتي دا آمن كتاهي إن بندق سمين كرتو أو قف أي خير كتوه ميسو أي وانا كتوه ميسو أي نفتي دو بندق كرتو مركا لنا نفتي دو بندق كرتو وحن كوضنا إن هو دي سنكر ده هدو يهي يعني راليك يهي إنو قرسان أيو أري كان وحا كسوغان حديث بخاري مسلم ورنايين أي وحو لي يهي أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم هوين يبان نبي عليه الصلاة والسلام أتمي نفتي دو أصو بندقتي فقال له رجل ما كان النبي عليه الصلاه والسلام وفيري ومسورته بالنبي عليه الصلاه والسلام انه قبل اقبله نسحابي ماشي فدي اركي النبي عليه الصلاه والسلام سدان كلاهين مركاس و خوكو رسولك الله يدا دان كلاهين يا رسول الله زوجنيها اني اي غوري بكيري ادو هدا قبل دان كوتيم ادان كلاهين اني اي غوري مركا النبي عليه الصلاه والسلام و خوكو ما عندك ما حد مال هيستا قال وحي ما عندي شيء وحوم ما هيسته فقال ما كان النبي عليه الصلاه والسلام وحي اذهب فالتمس ولو خاتم من حديد خاتم حديد الله كدغه اورد وح سو رادي او قبل لا سيو فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولو خاتما من حديد ولكن هذا ازاري ولها نصفه وحي انت صلاه وحي رسولك الى يشيل المسؤولين حتى خاتم أما فرانتي بره حتى مسهرين لكن قو أي كان هيستهدف برق هذا نيسه وحكلا ما يستبيره ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وما تصنع بإزارك ما هي كفر ليس مرض هذا هذا أذو قشته يدي حمبه ليسه هذا يدي قشتنا أذو قاونته
نبي عليه الصلاة والسلام وحو ودي وحو قرآن يقانه مركز وحي وحو قرآن يقانه سورة كذا سورة كذا نبي عليه الصلاة والسلام وحو جري ملكناكها وحن قبرك وملكناك وصيني بما معك من القرآن انت قرآن كتغانه مركز حديث كان وحو عدين يهوين يبا نبي عليه الصلاة والسلام بسبر نكتي علوم مركز حكي قادنا يان إنه برنانتي هدي هوين سنفتي آمي كتهي قف أي دين كتو ميس خير كتو ميسو تدك صالحين تكمي ده إنه نفتي هدو برنانتي كرتو سيدو كلا وحا حديث كاس حديث لمد الوريي أو أمام بخاري وصو ساريو وحا أوليه هاي ثابت بماني تابعي كاسا وحو ليه وحا نلجوغي آنس بن مالك بان لجوغي مارك آنس با وحو كشيكي وحو يري هوين با نبيك عليه الصلاة والسلام متهمي markaasay nafteedu u soo bandhigtay inuu guursado markaas rasuulka kaleey salaatu wa salaam ma aqbalin inta amarku ka sheekeyay baa gabar u dhalay Anas ibn Malik meesha fariida waxa tiri ma aqalla hayaaha gabadhu xishoodkeedu daranaya maxay ahayd xishood daranayda xishoodkeedu yaraaya marka laakiin Anas ibn Malik wuxuu ku jawaabay wuxuu yiri hiya khayrun minka wa ka khayr badan tahay raqibat fi nabiy sallallahu alayhi wa sallam nabiga kaleey salaatu wa salaam bay jicalaysatay فعرضت عليه نفسها مركاس أي نفته دو صوب نكتي بيش كال يعني دبركيس كنكو دبركيس من دكويا الله كان لباد باكو غورن لابك الله في دماه بيش لباد وف أركاتوس إن شاء الله وفاتوس إن شاء الله وقت ما ينوحرين وقت قارن منه إن شاء الله and waxaan soo maray marka dhowr siyaabood oo gabadhu ama khidmada waxa loo yaqaan gabadha marka la doonayo ay banaantahay koow waxaanu tilmaanay ee gabadha in laga doodo waligeeda inay banaantahay laba waxaanu tilmaanay gabadha rashiida aan ku tilmaanay oo qofka weyn oo aqal leh in ma taqaana gabadha iyada ah toos loogu tagi karo ama loo cidirsan karo labo waxa kale oo banaan bay niri haweeneedu in nafteeda qofka saaliha u soo bandhigi karto صدق وحنا أحكامي وحوا أحكامي وحنا لو بهاي لا برتوا صدق لاس نوع بوي بنائهن والله سبحانه قصة الأورنجر خديجة رضي الله تعالى عنها إذا النبي عليه الصلاة والسلام كدوني سي يعني وصيلة سامي سي قف بي لحد قال سي إنه النبي الله سبحانه الله سيدا سلام تقانا أخذ عي النبي عليه الصلاة والسلام جوركيسي هذا بوحجره ضر أي بنانين إن لا دوره أما سام أمور قصة كيراهذو إن لا شكان صدق وهذا لا شكان سين لا يماده لا يماده ده ذي أوبنا عن بعج صدق نوعيان صدق النوع أنا وحويه إن البرتان لو بهيه حيا الأحكام تجارك إنك نخسيويه ولا دون إن البرتان كو المحرمات من النساء توالي غانا هؤلاء كمحرمات كويان مثلا نكو قبضوا قبوه ولا شيء ذوكله ما دوني كره أما شكان سين وما أذى كره هو يدي ذوكله محرمات بالي هذا واتقان وحيا القف كحرسهم توالي غنا عويان طلبنا وحوي المرأة معتدة هوينا عدده كجرتها هوينا عدده كجرتها أما نبى كردن تي عدده كجرتها أما والله فر عدده كجرتها شرح لو أركضونا ما بنانا إن لا